السلام عليكم، أنا محمد غنايم. نشتاق أحيانا لأناس جمعتنا الحياة بهم، فهذا شوق نعرفه، ولكنني بعد 4 سنوات لم أرى فيها أهلي أشتاق للناس والمكان والزمان. فدعوني وأعرفكم على أنواع الشوق: الشوق الفائض كاشتياقك لأبيك وأمك، الشوق الغريب كاشتياقك لأبناء الإخوة والأخوات الذين ولدوا في غيابك، ولكن الأصعب هو الشوق الضائع كأن تسلم على جدك وتجده لا يتذكرك. جدي أحسن الله خاتمته اشتد عليه المرض فلم يعد يتذكر أحد، ولما سلمت عليه لم يتعرف عليه وأنا حفيده الأول. لما تركته آخر مرة قال لي جملة أتذكرها إلى الآن، قال لي: دير بالك على صلاتك يا سيد، بمعنى احرص يا ولدي على صلاتك. وهذه كانت آخر وصية وأجملها، فأحببت أن أوثقها لها في هذا المقطع لعل الله عز وجل يرحمه بها. المهم أيها الأحبة، دعوني أعرفكم على والدي لنسأله بعض الأسئلة. طلبت منكم على الانستغرام أن تسألوه، وبالفعل طرحتم الكثير من الأسئلة التي أنا شخصيا متحمس لأعرف إجابتها. لنبدأ على بركة الله. أبي الحبيب، بداية أرحب بكم وأشكركم على قبولكم دعوة الظهور معنا هنا في القناة، ونرحب بك مجتمعين أنا والمتابعين، فأهلا وسهلا بكم. حياك الله وحيا الله المتابعين، وأهلا وسهلا فيك وفيهم إن شاء الله. سألت المتابعين عن الانستغرام إذا أردت أن تسأل والدي ماذا تقول، وتفضلوا علينا ببعض الأسئلة التي نحب أن نسمع إجابتها منكم إن تفضلتم علينا. طبعا حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. بسم الله. صديقنا محمود هنا يسأل، يقول: نريد صفة حسنة وصفة سيئة بمحمد. الصفات الحسنة دائما تقع بين صفاتين سيئتين، هما الإفراط والتفريط. محمد أكثر ما يعني ما لديه من صفات حسنة كنت أحب فيه صفة الطموح والمثابرة، ولديه أيضا صفات سيئة أكثر ما كنت أكره فيه صفة العنادة. هنا سائل يقول: هل كان محمد مشاغب في صغره؟ كان مشاغبا بعض الشيء، كان السبب لأن المتاعب مع أحيانا مع أهالي أقرانه، ويضطرون في كثير من الأحيان لاسترضائهم والاعتذار لهم عن مشاغبات. ما هي نصيحتك لشاب مقبل على الحياة؟ مرحلة الشباب مرحلة حساسة جدا، وخاصة إذا اجتمع فيها معها الفراق والبطالة. وأرى أن شباب اليوم شباب ضائع ومقلد وتائه، مقلد تقليد أعمى لما أراه من أشكالهم وملابسهم وطرق تفكيرهم. والعلاج هو في الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هل كنت تدرس على الشمعة مثل باقي الآباء، أو هل كنت الأول على الصف؟ هذه جمل الآباء المشهورة. والله هذا السؤال يثير في النفس يعني شجون وذكريات. درسنا على لمبة الكاز، حيث لم يكن في وقتها في القرية كهرباء، وكنا نسير المسافات الطويلة إلى المدرسة في المرحلة الابتدائية والابتدائية، ثم في المرحلة الثانوية كنا نسافر إلى القرى المجاورة، حيث لم يكن في القرية إلا باص أو باصين لنقل الركاب والطلاب، وفي مواعيد محددة. أما الشق الثاني من السؤال، لم أكن الأول ولكنني كنت من الأوائل. هنا يقول: ما أكثر شيء كان يغضبك في الدكتور محمد؟ أحيانا كنت أرفع السقف كثيرا في توقعاتي لسلوكه، فعندما يأتي سلوكه دون السقف اللي أنا متوقعه كنت أغضب، سواء في سلوكي أو في سلوك يعني باقي الشباب. هل تذكر أول لحظة ولد فيها محمد؟ نعم أذكرها جيدا، وقد فرحت كثيرا لولادته، خاصة وأنه ولد بعد 3 بنات، وقد هديت للذي بشرني به قلما من النوع الفاخر كنت أحمله وقتها في جيبي. كيف هي علاقتك بي؟ هي علاقة أبوة وصداقة، يعني أستمتع بالحديث معه. سؤال آخر: هل تعتقد أن الأخلاق في طريقها للانحلال رغم الوعي لدى الشباب الحالي؟ والله من قال هلك الناس فقد هلكهم. صحيح أن الجيل فيه حيرة وضياع وانهزامية، ولكن الأمل والخير باق في هذه الأمة وفي شبابها إلى يوم الدين. هل كنت مع قرار محمد في فتح قناة يوتيوب، ولم تضع احتمال أن يقصر وقتها في دراسته للطب؟ لم أكن أعلم عن القناة بعد عام من فتحها، وعندما علمت ناقشت الأمر معه وأقنعني بأنها سوف لن تؤثر على برنامجه الدراسي في كلية الطب، ودعوت له بالتوفيق والسداد. ما هي أهم النصائح لتربية ابن ناجح؟ هنا أحدهم يسأل. التربية عملية متدرجة ومتراكمة، وأنا بشبهها بزراعة، كمن يزرع شجرة
عليه أن يتعاهدها بالسقاية والعناية حتى يتسنى له أن يأكل من ثمرها في قابل الأيام، وإذا أهملها مرة قد يعني تموت تندثر، وكذلك تربية الأبناء. هنا سائل يقول: ابنك بقاله جمعتين ما بنشر فيديوهات يا حج. والله عنده مثل بيقول: اللي لك أحبابه نسي أصحابه. من هو ابنك المفضل، أنا أم أسامة؟ يعني على نفس الدرجة، على نفس الدرجة، ولكن هذا السؤال سؤلت أحد الأمهات: من أحب أبنائك إليك؟ فقالت يعني: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يتعافى، والمسافر حتى يعود. فلا أعتقد أنه يعني في أب أو أم تميز في محبتها بين أبنائها. هنا سائل يقول: ما هو دورك في تربية محمد أحسن تربية؟ لا أدعي بأني تفردت في تربيته، فالفضل في السهر المتابعة يعني يعود لوالدته أم محمد، أطال الله لنا في عمرها. شكرا جدا على وقتك أبي الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بك، وأن يحفظ لنا آباءنا جميعا، اللهم آمين. حياكم الله، سدد الله على طريق الخير خطى جميع الشباب، وجعلهم قرة عيون لوالديهم، وحقق لهم أمنياتهم إن شاء الله. في النهاية أيها الأحبة، أشكركم جدا على متابعتكم، وأنا سعيد جدا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حياتكم نورا على نور، ودمتم في أمان الله.